الرياض، أعود وأتابع هذا الاجتماع التشاوري، الاجتماع السداسي الذي تستضيفه الرياض، السعودية، قطر، الإمارات، الأردن، مصر، وممثل عن فلسطين. اجتماع سداسي تشاوري، مزيد من التفاصيل نستقيها من مراسلنا هنا في الرياض هاني صفيان. هاني، أهلا بك، تعطينا التفاصيل إن توفرت لديك. نعم نعم، قبل نصف ساعة تقريبا بدأ الاجتماع الوزاري التشاوري هنا في العاصمة السعودية الرياض، والذي يعقد في مقر وزارة الخارجية السعودية. هذا الاجتماع الذي كما ذكرت يضم وزراء خارجية قطر والإمارات، وكذلك أيضا مصر والأردن، وكذلك الأمين سر اللجنة الفلسطينية، ويرأس الوفد أيضا أو يرأس هذا الاجتماع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان. بكل تأكيد أن اليوم هذا الاجتماع هو يخص بشأن غزة، ولعل أن هذا الاجتماع سوف يلي اجتماعات أيضا متتالية يوم غد في الرياض، وكذلك بعد يوم غد هنا في العاصمة الرياض، من أجل موضوع الملف في الفلسطيني، وكذلك تحديدا الأوضاع والتطورات الحالية في غزة. لعل الملف الأول الذي سوف يناقش هذه الليلة هو الملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية، سوف يكون أحد الملفات الرئيسية على طاولة الاجتماع، وكذلك أيضا سوف يكون هناك عملية لبحث وقف الفوري لإطلاق النار، وكذلك أيضا دخول المساعدات الإنسانية والتي يعاني أو ما زال يعاني منها الشعب الفلسطيني وتحديدا في غزة. كنا نتحدث قبل قليل مع أحد المصادر وأحد المسؤولين هنا، وكنا نتحدث ما إذا كان هناك سوف يكون هناك مؤتمرا صحفيا. لم يكن هناك مؤتمرا صحفي، ولكن يبدو قد يكون هناك بيان صحفي أو كذلك كخبر صحفي سوف يصدر ما إذا تم النقاش على النقاط التي سوف تتضح ملامحها مع نهاية هذا الاجتماع. ولكن كما ذكرت أن أهم المواضيع والملفات هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. يوم غد أيضا سوف يكون هناك اجتماع مشابه، ولكن أيضا ما يخص غزة ولكن بشكل أكبر، وسوف يكون هناك اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وسوف تحتضنه الرياض. ويوم غد وبعد غد أيضا يوم الاثنين سوف يكون هناك اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع بلينكين، وكذلك أيضا وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع بوريل. إذن الرياض على موعد مع عقد عدد من الاجتماعات، إلى جانب هذه الاجتماعات أيضا هي هناك سوف تكون اجتماعات ولقاءات ثنائية بين بكل طيب. تأكيد وزير الخارجية السعودية أمير فيصل بن فرحان ونظرائه من وزراء الخارجية. طيب هاني، نقطة نقطة حتى لا يتوه منا المشاهد الكريم، خلينا في الاجتماع اليوم الذي يدور الآن. هو اجتماع اليوم واحد، يعني اللجنة السداسية أو الاجتماع التشاوري السداسي الذي بدأ في الرياض الآن. صحيح. هو اجتماع اليوم واحد وانتهي اليوم. صحيح، بكل تأكيد. نعم، ولن يعقبه مؤتمر صحفي، ربما يكون هناك بيان، سننتظر هذا البيان. هذا صحيح؟ صح. طيب ننتقل إلى غدا، ما الذي سيحدث غدا؟ يعني اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب سيكونوا موجودين في الرياض غدا، يعني 20 أو 22 وزير؟ قرابة دعم، سوف يكون هناك قرابة 20 وزيرا سوف يكون حاضرين مساء يوم غد. ولكن هذا الاجتماع هو استكمالا للاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في لوكسمبورغ، والذي كان بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون وبين أيضا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والذي كانوا يتحدثون فيه بتفاصيله تحديدا عن موضوع غزة. لو رجعنا وعدنا أيضا لتصريح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والذي صرح لقناتي العربية والحدث حول أن هناك بعض الوزراء، هناك تبلور في بعض الوزراء، وكذلك أيضا على موضوع رؤية السعودية المستقبلية وعملية التنمية والإعمار، فنجد أن هذا الاجتماع الذي سوف يعقد غد هو استكمالا لاجتماع لوكسمبورغ. طبعا هو اجتماع لا نستطيع أن نسميه أنه غير مجدول، ولكن تم استكمال الموافقات من جميع الوزراء
بالعلاقة التي تتمتع بها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي أنشئت ووضعت بشأن موضوع غزة، والتي تم وضعها وتحديدها في أكتوبر من العام الماضي، والتي بدأت دولتها والتي بدأت من الصين وكذلك موسكو وكذلك إلى لندن وأيضا إلى فرنسا. فهذا هو اجتماع استكمالي سوف يعقد يوم غد. طيب من يوم غد ننتقل إلى بعد غد. بعد غد نحن نتحدث عن المجموعة الإسلامية يوم الاثنين، يعني منظمة التعاون الإسلامي، يعني العدد الأكبر للأعضاء والعدد الأكبر للأمور. فبعد غد هناك اجتماع على مستوى وزراء خارجية المجموعة الإسلامية، هل ما أقوله أنا صحيح هاني؟ نعم، ولكن ليس هو على مستوى، هو اجتماع بالفعلي على مستوى وزراء خارجية دول مجلس التعاون وليس المجموعة منظمة التعاون الإسلامي الإسلامية. صحيح. وزراء خارجية دول مجلس التعاون سوف يجتمعون بوزير الخارجية السعود، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي سوف يصل إلى السعودية، وبعد ذلك سوف يجتمعون اجتماعا آخر يتوقع أنه مع أمين أو الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والمسؤول عن السياسة الأمنية سيد بوريل، سوف يجتمعون معه يوم بعد يوم غد الموافق أو اليوم المحدد وهو يوم الاثنين. إذن زيارة بلينكين ستكون إلى المملكة العربية السعودية قبل الزيارة المرتبة إلى إسرائيل يوم الثلاث، يعني يوم الاثنين هيكون في السعودية وربما يزور الأردن وبعد ذلك يذهب إلى إسرائيل. يعني هذا توقع يعني، ولكن واضح أنه الزيارة ستسبق بكل تأكيد. تفضل هاني. بكل تأكيد أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي سوف يكون في الرياض يوم الاثنين بعد غد. هاني صفيان مراسلنا في الرياض، هاني شكرا جزيلا لك.